السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يحلمون بالحياة والأفاعي، ولقد وضعت لكم فيديو قبل هذا، ولكن هذا أفصل فيه إن شاء الله لكم أشياء لم أفصل في الفيديو الأول. الناس الذين يحلمون بالحياة والأفاعي بإذن الله تبارك وتعالى، كيف وكيف لماذا تحلمون بالحياة السوداء والصفراء وبعض الأحيان الحمراء وبعض الأحيان الحياة البيضاء؟ عليكم أن تعلموا هذا الأمر بارك الله فيكم، سأفصل فيه كثيرا جدا. إذا كنت أختي في الله أخي في الله تحلم بالحياة والأفاعي، وأنت عندك أمرين، وهي التثاؤب في الصلاة والدموع في الصلاة، والدموع أثناء رفع القرآن والدموع والتثاؤب أثناء قراءة القرآن أو فتح القرآن. إذا كان التثاؤب ودموع في هذا الأمر في هذه الأثناء، فاعلم أن الحياة والأفعال التي كنت تحلم بهم فهم شيطانات العين والحسد، فهم تابعة خدام العين والحسد، وهم ليسوا شياطين عاديين، فهي جنية تابعة، تابعة لك على جمالك، تابعة لك على شعرك، حسدوك على جسدك الجميل، حسدوك على كل شيء عندك، على حسن لباسك، على حسن خلقك، حسدوك أنت على تجارتك وعلى دراستك وغير ذلك ودخلتك هذه الحية. أما النوع الثاني، إذا كنت تحلم بالدم وتحلم بالأفاعي وتحلم بالحيوانات الآخرون الكلاب، وتحلم بالضباع والسباع والتمساح والوسخ، وتحلم بالغابات والمرحاض وتلك كل الأشياء، إذا كنت تحلم بها فاعلم أن هذه الأفاعي هما من السحر. وإذا كنت تحلم بالقبور وهذه الأفاعي فاعلم أنها شياطين السحر، مردة السحر، خدام السحر، عتاة السحر، يعني الكفر بالله الذي يخدمون السحر. لذلك إخوانا أخواتي عليكم أن تعلموا أن هذا الأمر. وهناك أمر آخر، الحياة التي تحلم بهم باللون الأصفر فهم يكونوا شياطين نصارى ومسيحيين، أما الحياة التي تحلم بهم سوداء فهي تكون في أغلب الأحيان كلهم شياطين، أو الحية الحمراء أو السوداء تكون إنهم شياطين كفرة ملحدون. أما الحياة التي تحلم بها بنية أو باللون القهوي أو البني فهي من اليهود، شياطين اليهود. أما الحية البيضاء فهي مسخ الجن المسلم الظالم الذي هو مسلم ظالم يخدم مع السحرة، ولكنه ظالم لنفسه ولحقوق المسلمين من الإنس. لذلك نسأل الله أن يتوب على الجميع سواء الجن أو الإنس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للجميع وأن يتوب على الجميع وأن يهدي الجميع، حتى الناس الذين يسحرون نسأل الله أن يهديهم. لذلك إخواني أخواتي، أما بالنسبة للحلم بالحياة والأفاعي، إذا قالت لك ابنتك أو ولدك الصغير أقل من 10 سنين أو 11 أقل من 12 قال لك بأن الحلم حية تضربه تعضه حية كثيرة يحلم، فاعلم أن ولدك يعاني من شياطين العتاة، شياطين العين والحسد. فهؤلاء الشياطين إذا بقوا في جسده ولم تعالجوه فإنهم سيؤثرون على مستقبله وشخصيته وهندامه، وسيؤثرون على دينه وصلاته وعبادته، وسيحرفونه عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا من أطفال الصغار إذا كانوا يحلمون بالأفاعي، فإنهن هذه العين القوية التي يجمعونها من العائلة والأقارب ومن الجيران ومن المناسبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا رأوا أولادكم هذه الأشياء فعجلوا عليهم بالرقية والقرآن، وعالجوهم في أقرب راقي تحبونه وتثقون فيه، أو اقرأوا عليهم بأنفسكم وأرقوا أولادكم كي لا تصبحوا في ورطة كبيرة عندما يكبر ويصبح 20 سنة ويضربكم أو يصرخ عليكم أو يقول لكم أف أو يغضب عليكم أو تلك الأمور كلها، تقولون ما بال ابننا غير مربي ونحن قمنا بتعليمه وإلى غير ذلك الأمور. كل هذا من تصرفات الشياطين، ليس من تصرفات الابن الذي يحب والديه. فلا يمكن لي أنا أن أتصرف على أمي التي ولدتني أو أبي
عندما كان حيا أن أتصرف معه بشيء لا يليق، لأنني أعلم علمي أنه هو الذي ولدني وهو الذي رباني وأحسن تربيتي وعلمني الأخلاق وعلمني كيف أحترم الناس وأحترم الجميع، فكيف أرفع صوتي عليه إلا إذا كان في شيطانا مريدا لعنه الله فإنه يتحكم في تصرفاتي ولا أدري كيف أفعل هذا. فربما إذا صرخت عليه ندمت بعد ذلك، ولكن حين لا ينفع الندم. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى أرشدوا أبناءكم وعلموهم وقرأوا عليهم القرآن وعلموهم الصلاة في الصغر كي تحفظوهم من شر العين والحسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في قناة أسرار الشفاء لتدعموها لتصعد إلى الأعلى لتكون من القنوات الهادفة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة الثانية التي سأضعها في أسفل هذا الفيديو، فهي فيها برامج متنوعة ليس عندها علاقة حتى بالرقية والعلاج، وفهي برامج متنوعة أخرى عندها علاقة بالواقع والمجتمع الذي نعيشه، فهي قناة فيها برنامج يسمى هل تعلم؟